هذه الدورة ما يميزها عن الدورات الأخرى أنها تندرج ضمن استراتيجية الحركة المتوافقة مع استراتيجية المنظمة الكشفية العالمية والمنظمة العربية المتعلقة بتنمية العضوية. هذا الاستهداف اللي يتم من خلال هذه الدورة لأول مرة نستهدف في مؤسسات المجتمع المدني، حيث يشارك في هذه الدورة نقابة المهندسين الفلسطينيين فرع نابلس، تشارك مركز الإبداع من نابلس أيضا، تشارك هنا مجالس قروية، إضافة إلى قادة كشفيين من مفوضيتي نابلس وطوباس، علما بأن هذه الدورة هي مطلب لمفوضية كشافة محافظة نابلس. الدورة كانت مميزة بالاستجابة العالية من الدارسين لبرنامج الدورة، وبالتالي عمليا هنالك مخرج جيد جدا لهذه الدورة يتعلق بإطلاق خطة قصيرة المدى خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. يعني القادة الخريجون من الهيئات التي حضرت هذه الدورة سينطلقون بتأسيس فرق ومجموعات في مؤسساتهم وفي أماكن تواجدهم. هذه الاستراتيجية العامة للحركة الكشفية الفلسطينية. من نابلس سننتقل إن شاء الله بنفس النظرة وبنفس الاستراتيجية إلى مفوضيات أخرى. أنا شخصيا موجود في هذه الدورة كعنصر دعم وتأييد للفكرة وتحفيز للمشاركين، لا أمارس هنا أي دور قيادي في هذه الدورة سوى المتابعة ومراقبة النتائج. أتمنى في الفترة القادمة أن نستطيع أن ندخل إلى المحافظات التي حتى الآن لم نستطع فيها توسيع رقعة المجموعات وعددها، وإلى المحافظات التي حتى الآن لم تنشأ فيها أجسام كشفية أهلية على غرار محافظة سلفيت. عمليا انطلقنا في طول كرم، انطلقنا في قلقيلية، انطلقنا في جنين، وطول كرم وقلقيلية وجنين الآن مستهدفة في عملية التطوير وبناء الجسم الكشفي فيها حتى تصل إلى نصاب مفوضيات، لأن الآن هي عبارة عن لجان حسب النظام، المجموعات اللي فيها أقل من 5، ونسعى إن شاء الله مع نهاية العام أن تصل إلى نصاب المفوضيات. سلفيت الآن يجب التركيز عليها والدخول إلى المحافظة من بواباتها من خلال المؤسسة الرسمية اللي هي محافظة سلفيت، من خلال الأندية، من خلال الهيئات اللي موجودة، وإن شاء الله يعني بنية عقد ورشة عمل في سلفيت حتى نستطيع أن ننطلق بنفس الاستراتيجية وبنفس الخطوات. نحن في الكشافة الفلسطينية لسنا أقل جهدا ولا أقل خبرة في موضوع نشر الحركة عن أي دولة موجودة في العالم، لكن ما يميز الحركة الكشفية الفلسطينية أننا في حراك دائم، وسنبقى نسعى نحو هذه الاستراتيجية خلال السنوات القادمة، وحسب رؤية رئيس الجمعية سيادة اللواء جبريل رجوب أن نرى الكشاف يسير في كل حارة، في كل منطقة، في كل مخيم، في كل قرية، بحيث يتحول الشباب بشكل طوعي ومن دوافع ذاتية للانتماء والانتساب لهذه الحركة حتى تستطيع أن تحقق أهدافها الوطنية اللي مرسوم إلها من خلال البرنامج الكشفي والإرشاد.